جنوبية على اليونان، واحد الأرجنتين على نيجيريا، وواحد إنجلترا على أمريكا في هذا اللقاء. كرة ملعوبة، محاولة، و شو أقول؟ كنت أتحدث عن ارتباك حارس المرمى، لم يجد علاجا ناجعا لمرمى المنتخب الانجليزي. شقول جول، طبعا جول 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 جول. غلطة الشاطر بمليون، غلطتك 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 يا روبرت جرين بمليار. ديمسي يعيد المباراة الى نقطة التعادل. والله اذكر تعليق جدا طريف لاحد المعلقين المصريين الله يذكره بالخير، كره مثل هذه ما تدخل. جول، محاوله ملعوبه وكره على طول، ولكن تيم هاورد بيلم هذه الكره. شر البليه ما يضحك.